السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله كيف ما عودتكم دائما على السهل والناجح 100%. اذا مكونات سهله وبسيطه ممكن اننا نوجدوا حليوه شهوه منها كتوجد في 10 دقائق. اذا بدون مكونات كيف كتشوفوا معايا هاد المكونات اللي متوفره امامي ان شاء الله غنوجد بها حليوه كتجي رائعه، كتجي بحال الكاليت، كتعجب بزاف الصغار والكبار، معلكه وزوينه. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اول شيء بدل التنسيم ما كنستعملش سكر الفاني، دائما كنوصيكم انكم تاخذوا الليمون ولا البرتقال يعني الحامض ولا الليمون وتبقاو تحكوا القشره ديالهم وتخبيهم للتنسيم. اذا شي مرات كنشفهم شي مرات كنخليهم غير هكذا. يعني خديت واحد القشره ديال الليمونه وحكيتها. من بعد غادي نحتاجوا بيضه واحده، كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، كاس الا ربع من السكر الخشن او السنيده. اذا المكونات بسيطه ومتوفره في جميع المنازل. بالنسبه لخميره الحلويات غادي نستعمل فقط واحده من وزن 7 ولا 8 غرام، ثم واحد المعلقه صغيره ديال القرفه كتجي فيها رائعه رائعه بزاف، وكذلك واحد المعلقه ديال العسل. الا ما عندكمش ممكن تستغناو على هاد المعلقه ديال العسل، ولكن كتعطيها واحد الطيبه واحد اللذه رائعه. يعني فاش كتعضوها كتحسوا بديك التعليكه بحال ما عشرو دايرين فيها، وهي غير ديال القرفه وهاد المعلقه ديال العسل. اذا معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره عسل، ودرت واحد الرشيشه صغيره ديال الملحه غير القليل فقط بالاصابع صافي. وبالنسبه للدقيق الابيض غنستعمل جوج الكؤوس، جوج كيسان ديال الفورس الدقيق الابيض. اذا بالنسبه للغرامات يعني نفس الكاس اللي غتاخذوا به المقادير خذوا به المقادير كامله، هو اللي غتاخذوا به كاس الا ربع او كاس لا ربع ديال السكر سنيده، وكاس لا ربع ديال الزيت النباتيه، وجوج كيسان ممتلئين ديال الدقيق الابيض. اذا بهذه المكونات البسيطه غادي ان شاء الله تشوفوا الحليوه كيف غادي يخرج الشكل ديالها، رائع وزوينه بزاف والمذاق ولا اروع. وممكن توجدوها في دقائق، يعني في 10 دقائق اللي تدخل فيها الكوزينه باش توجد كويس داتاي حداك، يعني انكم تخلطوها وتدخلوها للفرن وها هي واجده معكم. اذا كيف كتشوفوا بالنسبه للعجين راه ما فيهاش حتى مجهود نهائيا، ما كنعجنوا ما كندلكوا، غير كتخلط باش ما كان تخلط بالمعلقه، تخلط بالخلاط او الطراب اليدوي، ولا تخلطوا هكذا غير بصبيعاتكم حتى كتجمع لي هذيك العجينه، وبسرعه كتعجن لانني او بسرعه عفوا كتجمع ما كنعجنوش بسرعه، كتجمع ليا لانني كنخليها خفيفه كيف كتشوفوا، ما كنقصوهاش كنخليوها خفيفه باش كنحصلوا على داك المذاق الطريف الاخير، يعني كتبقى رطبه صافي. ها هي جمعت لي العجينه بسرعه. اذا كنبدا ناخذ كويرات صغار كيف كتشوفوا، كويره صغير صغار بحجم حبه المشماش تقريبا صافي. كنروليها هكذا في يديا وكنحاول انني نسرحها واحد شويه هكذا، كنديرها بشكل طولي حيت بغيت نحصل على هذا الشكل هكذا بحال الكاليت، جا زوين ورائع. اذا هانتوما كتشوفوا كنروليها بحال هكذا، وكنضغط شويه بالكف ديال الايد وما كنرقوهاش بزاف، خاصكم تخليوها شويه غليظه باش ملي طيب ما تجيش مسطحه جدا، يعني تجي شويه طالعه شويه عاليه فكتجي رائعه وممتازه. اذا انا عمرت الطاوه هنا عندي وباقي عندي كميه باش نعمر واحد الطاوه واحده اخرى. ها انتما شفتوا الكميه اللي راه مازال عندي. كناخذ واحد الموس ولا واحد السكين يكون حاد ماضي، وكنحاول انني نشرطها باش كنعطي هذاك الشكل الجميل في الاخير ملي كتخرج من الفرن. اذا الشكل اللي درتو ليها راه كيبقى، يعني ممكن تزينوها بالشكل اللي بغيتو. اذا كندير لها هكذا التقطيعه ما كنقطعش حتى لتحت، غير كنشرطها شي شويه من الفوق وصافي. وهنا غادي ندهنها شويه ببياض البيض، كنت يلا صايبت هنا واحد الحليوه حدايا وباقي عندي بياض البيض، فقلت علاش لا ما نجربوش فيها حتى هو، مع انني غالبا كندهنها بصفر البيض. اذا صفر البيض كيجيبها محمره اكثر، كيجيب اللون ذهبي، ولكن حتى بياض البيض شوفوا كيف جا فيها، جات رائعه. اذا دخلتها للفرن وهو شاعل فقط من الاسفل، اذا الفرن كيكون سخون اكيد، فاش كنبدا نشكلها كنت شعلت الفران حدايا. اذا من بعد دخلتها للفرن وهو ساخن وشعلته فقط من الاسفل على درجه حراره 180 درجه، بسرعه كتوجد. اذا حتى بانت لي انها بدات كتشد في راسها من التحت وكتاخذ واحد اللون ذهبي، يعني ما نخليوهاش تحمر بزاف تحرق. ومن بعد شعلت عليها الفرن من الفوق
طفيت لتحت وشعلت الفوق وخرجت لي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا قدامكم. اذا كتجي زوينه ورائعه، وكيف شفتوا راه ما فيهاش نهائيا حتى شي مكونات غير مكلفه، راه كل هاد الكميه ما وصلش تقريبا حتى 5 دراهم. كيف شفتوا حتى حاجه ما فيها مميزه، يعني غير شويه الزويته من الكوزينه، شويه الدقيق، شويه السكر وصافي، وهي واجده. اذا هاي الحليوه ديالنا كيف كتشوفوا كتجي رطيبه معلكه وزوينه، كنقدموها بحال هكذا بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسوش كيف العاده تشتركوا في القناه الا كنتو ما مشتركينش، وتخليوا لي الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.